من المسيحيات كانتا محتجزتان عند داعش. اليوم شرطة نينوى عند تفتيش منطقة في الحمدانية وجدت هاتين المرأتين وهم بحالة يرثى لها نتيجة بقائهم عند داعش. ولكن عناية الله ونظره إلى هذا الشعب تم إنقاذهم، والآن هم يمنى عندنا موجودين بصحة جيدة وإن شاء الله سينقلون إلى بيوتهم. نحن من بين الجماعة اللي كان خلفوا وقت داعش ما طلعوا معنا، كان بنات بحدود 20 بعد بنات كبار أو نسوان كبار عجز ما قدروا يطلعون، وأملنا أنه إذا دورتم ممكن تشوفون بعد إن شاء الله. إحنا جاهدين بالتفتيش أكيد، اللي كانوا شابات وصغار يمكن بعدهم الله ينعلم إن شاء الله. أي إنسان المخرج هذا وأنتم همتكم إن شاء الله، نحن إن شاء الله ما نخلي قصور. جود الطيبين دائما موجودين، إحنا نعرف إحنا العراقيين هم وصلاء وهم عندهم ضمير قوي وضميرهم هو حي، بحيث إنه يحاول أن يعمل خير وفضل الله قوة الله ويعمل الفضل لكل إنسان يشوفه في عاقة وفي حاجة مهما كان، بغض النظر عن جنسه وعن طائفته عن ديانته. الإنسانية عند العراقيين هي قليلة، ونحن نثمنها وقدرها وبارك الله فيكم إن شاء الله. يطلع العراق واحد إن شاء الله.